الرؤساء القدامى مع في جنازة محفوظ. هذا دليل على أن الكرة الجزائرية فقدت يعني رجل كبير اللي قدم كثير للكرة الجزائرية، قدم كثير لنادي شباب الوزداد، قدم كثير كذلك للرابطة، كان قريب من الرؤساء، قريب من النوادي، يحاول في كل مرة يعني يقدم المساعدة. قلبه أبيض يعني ما كانش يهز حقد على أي واحد مهما كانت الاختلافات اللي تكون معه. في عديد من المرات الرؤساء ينتقدوه ولكن هو يعني قلبه واسع وقلبه يعني يتسع للجميع. إن شاء الله يعني ربي يرحمه ويغفر له إن شاء الله ويدخله الجنة إن شاء الله. آمين.